God's love is wide. And at Global Ministries, we see what wide really means. All across the world, our partners are moving forward with ministries that are creative and bold to share the good news of Jesus Christ. On the nightly news, we may hear about the Middle East as a situation of conflict. But as Easter people, we hear the real stories from our partners who are working with the marginalized and oppressed. The Young Women's Christian Association of Palestine, confronted with the pandemic, created a life-giving ministry with a refugee camp in response. إحنا فترة الكورونا كانت أكثر فترة وباء كانت صعبة علينا. أنا عندي طفلة ذوي احتياجات خاصة، كانت البنت فترتها بحاجة لمعقمات، كنا بحاجة لأغذية لفوط. فترة الكورونا تعبت كتير مع دعم شابات المسيحية اللي إلهم 70 سنة في المخيم بيساعدوا وبيقوموا بدعمنا، كان أخف علينا. مشروع إغاثة جمعية الشابات المسيحية استهدف جميع شرائح المخيم من نساء من أطفال من مسنين من ذوي احتياجات خاصة. أقامت جمعية الشابات المسيحية دورة تدريبية لأخصائيين أفرزتهم جمعية التنمية النفسية من أجل تخفيف وطأة الآثار السلبية للناس اللي أصابوا بكورونا. احنا نعتني في المسنين الكبار تبعونا ابائنا واجدادنا حكمائنا. جائحة كورونا اجت على العالم كله واكثر قطاع كان متاثر فيها هو قطاع كبار السن. هذا الحكي بدفعنا حتى نبحث عن شراكات وعن مؤسسات انها تساعدنا في حمل هالعبء علينا وحتى تكون شريكه معنا. هذه المؤسسات اللي نفتخر بها هي جمعيه الشابات المسيحيه اللي عملنا شراكه معها وبيحاولوا قدر الامكان توفير لنا المواد الغذائيه والادويه للمسنين في مخيم الجلزون. شكرا لهم على مساعدتهم على خدماتهم، ونتأمل انه نطور العلاقة فيها في المستقبل مشان احنا نقدر احنا وياهم نقدر نخدم شريحة اكبر. احنا لاجئين من 48 وعشتنا صعبة، الجمعية ساعدتنا بدواء واكتئاب مقعدة وبعاء الكلى ولما جمعية الشابات المسيحية هم اللي ساعدونا بالدواء وبالاكل. Here is God's wide love in action. With the YWCA in Palestine and with Global Ministries partners around the world, facing the challenges of this pandemic with creative expressions of faith and love.